وكنا بنتكلم في ايه؟ احنا كنا بنتكلم في البدايات، بنقول لك انك لما تضغط على الانفوجرافيك بيبدأ يجيب لك التصميم اللي انت عايزه، بتختار التصميم من البداية وبتبدأ تشتغل على هذا التصميم. اول حاجة بتبدأ تشوف الخطوط بتاعتك. طب منين بنعدل الخطوط؟ من عندك، انك اللي قدامك حاجة من اتنين، ده احنا بنتكلم كده ايه؟ خطوة ستيب باي ستيب. اول حاجة بتختار السيلكت، الكلام الخط دوت، هل الاحجام بتاعة الخطوط دي مناسباك؟ اوكي مناسباك، مفيش اي مشكلة، اوكي. هل دي تتفق مع مبدأ التسلسل؟ ايوه اوكي، بس يعني انا اتعودت ان الكبير يجي فوق والصغير يجي تحتيه، فمش هتفرق معانا في الديزاين ان هي تبقى كده، علشان انا تسلسل منطقي، العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي، انا اظبط الدنيا بعد كده. اوكي مفيش اي مشكلة. هل الخطوط تمام؟ تمام. هل الالوان تمام؟ تمام. طيب انا عايز اغير اي حاجة، تسلكت عليها وتبدأ تغير نوع الخط، حجم الخط، لون الخط. في خطوط البولد بيشتغل فيها وفي خطوط لا. فهنا الخط اسمه ادي مثلا، شغال فيه البولد والايتاليك والاندرلاين. الخط الاولاني الكبير دوت مش شغال فيه، ولا ده ولا ده، لا العنوان ده شغال فيه، ادي شغال فيه. اذا في انواع من الخطوط شغال فيها البولد والايتاليك والاندرلاين، يفضل انك تتعامل معاها لو انت هتحتاج تزيد السماكه. اما الخطوط ديت هي سميكه، وبالتالي ما فيش داعي ان البولد والايتاليك يكونوا شغالين فيها يعني. طب ده جميل جدا، الالاينمنت بتاعت الخط من اليمين والشمال. طبعا احنا اخدنا ازاي تكبر وازاي تصغر بالزائد والناقص دي، وازاي تري كولر اللون، ولكن الالوان هنا وفق نظريه، ما تقولش هو مختار الالوان ازاي، ما خلاص ما انت الكولر دوت ادوبي عرفتها، وعرفت هو بيشتغل ازاي بالكولر دوت ادوبي والعمليه ماشيه ازاي. طب جميل جدا، يبقى الالوان والكلام ده كله والحاجات دي شغاله معانا. طيب عدى ساعه تانية، ناخد بريك برضو تاني 5 دقائق عشان نكمل الجزء الاخير لينا اللي هو لحد 12 ونص، واحنا فايقين كده، فناخد بس بريك صغير لمدة 5 دقائق برضو، نشرب شوية مية كده ونظبط أمورنا، بحيث إن احنا إيه نبقى نكمل فايقين الساعة الباقية. 5 دقائق كده ونكمل زي ال5 دقائق اللي فاتوا يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت واصل لحضراتكم؟ تمام، يبقى أهلا بكم. في الفترة الأخيرة كنا بنتكلم عن قواعد التصميم على الموقع وأي موقع. فأنت لما بتاخد التصميم الجاهز هو بيكون مقترح لك الكالر، الدوكمنت كالر. الكالر ده مبني على توافقات لونية. لاحظ التدرج اللوني في هذا التصميم. جميع التصاميم الموجودة على الموقع هي تم تصميمها بعناية شديدة جدا من حيث التباين اللوني ووضوح الألوان والدقة. وبالتالي أنت مفيش داعي إنك تستخدم في الحالة دي موقع زي أدوبي كالر، يعني ما أوكي الأمور ماشية يعني معاك، مفيش فيها أي مشكلة. ولكن برضو لو أنت هتسترسل وهتعمل تصميم من الصفر وهتستفيد من التصاميم وتعمل زيها، ارجع للأدوبي كالر شوف الألوان بتاعتك. فالخطوة رقم واحد انك بتشوف الالوان وبتشوف الاحجام، واحنا شفنا الاحجام وتلاقيناها متناسبة، وده اللي احنا عملناه في التصميم بتاعنا اللي هنا. تمام، ظبطنا الاحجام والاشكال وكله. طب جميل جدا، وانت شغال ايضا بتبدأ بالخطوات الاولى الخاصة بالتول اللي موجود عندك. والتول دي بتكون عبارة عن ايه؟ مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن الموشن للايمج. يعني كل دي حاجات تعتبر ايمج، اديت ايمج، اديت ايمج، اديت ايمج، يعني دي ايمج او كلر. اما دي تكست،